شكرا رام، يبقى صباح على يارا، واهلا بكم مشاهدينا الكرام في اخر واهم الاخبار الاقتصاديه. أكد مسؤول مطار أثينا الدولي أمس الاثنين أن الحكومة اليونانية بدأت الاستعدادات لبيع حصة تقدر ب 30% من المطار من خلال طرح عام أولي واتفاقيات منفصلة مع المساهمين، فيما توقع أن يتم الطرح في شهر فبراير المقبل بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، ويتزامن البيع مع عودة اليونان تدريجيا إلى الوضع الطبيعي بعد أزمة الديون التي عانت منها على مدار عقد كامل. وتنتهز الحكومة الإقبال القوي من المستثمرين على أصول الدولة بعد عودتها إلى التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية في العام الماضي. تعرض الاقتصاد الألماني للانكماش في عام 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بواقع 3% خلال عام 2023 بأكمله، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت خلال العام الماضي في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة حسب ما جاء في بيان مكتب الإحصاء. تجاوز المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات أمس الاثنين مستوى 36,000 نقطة للمرة الأولى في 34 عاما، مدعوما بارتفاع أسهم شركات الشحن وشركات المالية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستقرار سعر صرف الين. وارتفع مؤشر نيكي 1% تقريبا بعد أن لامس أعلى مستوى منذ فبراير 1990، فيما تفوق أداء الأسهم أو تفوق أداء الأسهم ذات القيمة بعد تراجع أسهم النمو الأسبوع الماضي عندما سجل نيكي أفضل أداء له في 22 شهرا. أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أمس الاثنين، بينما يواصل ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي. وقرر بنك الشعب الصيني تثبيت سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد عند 2.5% على عكس توقعات واسعة النطاق بين الاقتصاديين بأنه سيجرى أول خفض للفائدة منذ أغسطس لدعم الاقتصاد. وفي السياق المتصل، قدم المركزي الصيني سيولة إلى البنوك بقيمة 139 مليار دولار من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، ليصل صافي ما وفره للبنوك 216 مليار يوان لتعزيز السيولة والمساعدة في تلبية الطلب على التمويل. مشاهدينا، ختام هذه النافذة الاقتصادية الآن نعود مجددا هذا الصباح لاستكمال باقي الفقرات مع يارا مجدي ورامي الحلواني. تفضل رامي.